في دورته السادسة انطلقت فعاليات معرض أجري بيزنس الزراعية بمشاركة أكثر من 200 شركة زراعية متخصصة في كافة أوجه الإنتاج الزراعي، وافتتحت فعاليات المعرض بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والخبراء الزراعيين. هو المعرض المرة دي فيه أكثر من 200 شركة زراعية ومشاركة فيه، بتغطي كافة قطاعات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدير والتعبئة والتغليف. شركات مجالاتها متنوعة زي الأسمدة والمبيدات والتقاوي والبذور والميكانة والاستصلاح والطاقة الشمسية وسلالات المشية والأبقار. معرض الفلسفة بتاعته مبنية على الدمج بين الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي، وسلوجان بتاعه المنظومة المتكاملة للزراعة، وبالتالي أنه جميع الاهتمامات المعرض سواء العارضين في المعرض أو سواء الندوات العلمية المواكبة للمعرض بتغطي فلسفة المعرض الخاصة بالمنظومة المتكاملة للزراعة. وتحرص وزارة الزراعة بالمشاركة في المعارض الزراعية من خلال مراكزها البحثية والإنتاجية المختلفة لعرض آخر ما توصل إليه الباحثين. مركز البحوث الزراعية بيشارك طبعا في أجري بيزنس لأن هو يعتبر قلعة الزراعة في مصر والقلعة البحثية اللي بتدعم القطاع الزراعي في مصر كلها. احنا طبعا مشاركين بعدة مشاركات على رأسها طبعا المحاصيل الحقلية، وعندنا مشاركات من معهد الهندسة الزراعية ومن معهد القطن. المشاركات كلها بتتركز على المشاركة بأصناف من الهوجن الجديدة في القمح والذرة وفي النباتات الزيتية والنباتات البقول، وفي معهد القطن بيشارك بمجموعة من المركبات اللي تستخدم في الأساس الصبغات الطبيعية في الأنسجة القطنية. الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي تعتبر هي عاملة تعادل في السوق، يعني احنا بنعمل كل المحاصيل الاستراتيجية، القمح، الفول، الشعير، البرسيم، الحبة السوداء، بنعمل القطن. احنا الجهة الوحيدة اللي احنا بننتج القطن على مستوى الجمهورية، داخلة في محاصيل كتير جدا، هي اللي بتعمل عملية توازن في السوق. في يومه الأول اتسم المعرض بحضور وزخم كبير من الزائرين من المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، لا سيما طلاب كليات الزراعة الذين حرصوا على المشاركة من كافة المحافظات. احنا طبقنا بس على اللي احنا بناخده في الدراسة، ان احنا عرفنا زي منتج قدامنا، عرفنا نفرق بين كذا منتج. يعني احنا كنا بناخد مثلا المنتج كاسم بس لكن ما بنعرفش نفرق، يعني ما شفناش كذا نموذج منه. كل حاجة حلوة هنا يعني، وجايين نستثمروا برضو بهايم حلابة وعلافة. المعارض دي بتعرض المنتجات الجديدة في مجال الألبان وفي مجال الزراعة وفي جميع المجالات، ده بيجب وعي للمزارع وللفلاح. استفاد برضو بقى من المعدات اللي موجودة، من الأسمدة اللي موجودة، من الناس اللي موجودة، فلازم نتداخل مع بعض ولازم نشوف الدنيا في ايه. يعد معرض أجري بيزنس وغيره من المعارض الأخرى ملتقا للمزارعين والمصنعين والمنتجين لكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لخدمة الزراعة والمزارع المصري. أحمد سعيد، مصر الزراعية.